بكم. شكرا لك. إذن في البداية كما أشرنا إليه، انطلقت أمس امتحانات الفصل الثالث في الطور المتوسط والثانوي أيضا. من إذن المعروف أن التلميذ يعيش حالة من التوتر والقلق خلال هذه الفترة. قبل الحديث عن كيفية الاستعداد سيدة أبو سعيد، ربما نتحدث في البداية عن أهمية ودور الأسرة في التحضير لهذه الامتحانات، تفضلي. فعلا شوفي، اولا نبدو حوصله لهذه الفئه اللي راح تجوز الامتحانات حاليا. الامتحانات والاختبارات هناك فرق بين الامتحانات اللي هي تكون من الخامسه الى الاولى متوسط، من الرابعه متوسط الى الاولى ثانوي، وكذلك البكالوريا. هادو الفئات اللي راح تجوز الامتحانات الكبيره، هادو اللي عليهم ضغط كبير، ضغط عائلي، ضغط تاع مجتمع، محملينهم كل شيء، محملينهم كل شيء في العائله. لازمك انت تنجح، لازمك انت تفرحني، لازمك انت تجيب لي النتائج اللي نتشرف بها قدام الناس. اذا شوفوا بلي هذه الفئه بالذات تعرضت لواحد الحاله ما عاشتش الطفوله تاعها، تاع البريمير ما عاشوش الطفوله تاعهم العاديه في زمن الكوفيد. يعني الكوفيد وباء اكبر، يعني اكبر شيء مخيف حدث في القرن العشرين اللي هو وباء الكوفيد. اذا الابتدائي في جوزه هذيك الفتره تاعهم ما عاشوش الطفوله تاعهم، كان الاحتجاز، كان حظر التجول، كان التفويج، كان الخوف، جنازات خرجت من ديورنا، يعني امور كثيره صارت لنا. اذا هذا الطفل الصغير اللي في الابتدائي ديروا في حسابكم يا اولياء بانه راه نفسيا راه مضطرب، ما كبرش بطريقه عاديه، المعلومات ما راهيش توصل له بطريقه عاديه. اكثر شيء عاشه هذا الطفل الصغير تاع الابتدائي، ونركز على الابتدائي اكثر، انه عاش الرعب والخوف مباشر، يعني فاز فاز كما نقولوا. الرابعه متوسط كذلك نفس الشيء، نظام التفويج ما داوش لاباز اللي لازمه، ما داوش، ما عندهمش الكفاءه العلميه ولا ما عندهمش التحصيل الدراسي اللي يقدروا يجابهوا به هذا الخوف اللي من انه لازم يجيب النتيجه، والخوف من المجتمع وكذلك من الاسره. لما نروحوا للبكالوريا، طلاب البكالوريا هذو الناس ما تجوزوش ما تجوزوش البيان تاعهم، كان صار واحد الاضطراب ما تجوزوش. اذا اول تجربه لهم راح تكون هذا، ما نزيدولهمش حنا كاولياء، نزيدولهم الضغط تاعنا سواء بالترهيب او بالحنان الزائد، ان يقولوا يا وليدي والله راني خايفه عليك، راني خايفه ما تجيبش، والله راه قلبي يوجع فيا عليك. هذا يعتبر ضغط كبير، وهذا يعتبر ترهيب، ويعتبر عنف عاطفي. ديروا في حسابكم حتى الحب المبالغ فيه راح يقتل كل كفاءة في بلادنا. هذيك سميرة، احنا المخ تاعنا، وانا دائما نقول للاولياء نقول ما تتعاملوش مع اولادكم كاجساد، تعاملوا معاهم كعقول، كامخاخ. المخ تاعنا هذا راهي هرمونات راهي تسير، وراه كورتيزون، راهو دوبامين، راهو امور كثيره راهي تحدث. ما يحب نروح الاسماء العلميه هذه باش ما نعقدلهمش الامور، ولكن لما انا نخلع الابن تاعي الصباح ساعات بعض الامهات تقول لك انا حفظته كل شيء، انت اللي حفظتي ماشي هو، حفظته كل شيء، ولكن كي عاد رايح قالت له بالك وكان ما تجيبش العلامه ندير فيك وندير، باباك يقتلك، خالتك ومانيش عارف شنو يضحكوا عليك. هذاك الطفل وش يصرى له؟ تتفاعل واحد الهرمونات في المخ تاعه، تفرز الجسد تاعه، يستهلك كل الطاقه اللي في جسمه. تعرفي الكورتيزول يطلع له الضغط الدموي، العروق تاع العروق يولي الدم يجري فيهم، يروح للعضلات. تعرفي القوه تاعه وش كلا مسكين، وش رقد، وش ارتاح، كله يروح في هذيك الخلعه. لما يوصل يحطوا له الموضوع اللي راح يحله، وش يشوف هذاك، المعلومات كلها تروح، لانه احنا عندنا ربي خلقنا عقل هذا يمشي. لما نخاف لازم نقاوم، اذا ينشغل بالخوف هذاك وينسى كل المعلومات والتحصيل الدراسي اللي قراه في القسم. هنا نقول للاولياء ما تكونوش انتم اللي تدمروا التحصيل الدراسي لاولادكم. ولو كان يعني ما يشارك عليك في الوقت، انه نعطيكم واحد الامور، تشوفي الابن تاعك الا راه تسرانه، حذاري، الطفل هذا راهو في خطر، التلميذ هذا راهو خطر، خصوصا البيان والبكالوريا. انك اول حاجه تشوفي بلي عنده فقدان الشهيه، اضطرابات في النوم، سواء ينوض في نص الليل هكذا حتى تلقاه ناض، ولا يسهر بزاف، ولا يرقد بزاف. فقدان الشهيه قلت، الصداع دائما نقول لك راسي راه يوجع فيا، نوبات الظهر من ذاك يكون لاباس يقول لك ما عرفتش راني خايف، قلبي راهو يخبط، مانيش عارف واش راني حاس. القلق الدائم، دائما تلقاهم مقلق، يريح يقرا، يقول لك والله ما راني قادر نقرا، راني نشوف، راني نحفظ بصح ما رانيش نركز. هادو كلهم راح تدير له ضعف المناعه وصعوبه التركيز، بعدوهم خلاص. اللي راهم في الامتحانات حاليا خلوهم يكملوا خلاص، راهم داو المعلومات، حفظوا وركزوا، والتحصيل الدراسي اللي راهم مالكين راح يحطوه في الورقه. واذا كان الابن تاعي ضعيف ما نروحش للاستاذ نقول زيد له نقطه باش تطلعوا، الضعيف خلوه يعاود. وصدقيني احنا، انا من تجربتي مع التلاميذ اللي عاودوا العام وهما انجح التلاميذ في المستقبل، لانهم خلاص داو هذيك الضربه انه تهاونت وديت هذيك الضربه. ضعيف خليه يعاود السنه احسن.
نعم، ربما سيدة بوسعيد، ما هي الطريقة الأمثل لتقسيم الوقت بين المراجعة والترفيه؟ مع العائلة الجزائرية والله صعيب باش تقولي له خلي ولدك ترفيه، صعيبة هذه. ولكن لكن تلميذ بحاجة أيضا لهذه لمثل هكذا أوقات. نعم، شوفي احنا نعاود نرجع للكوفيد وتبعاته، 3 سنين وحنا نربوا في ولادنا على واحد النظام خاص، انه عطينا لهم الاجهزه الالكترونيه باش يلتاو، باش ما يخرجوا الناس وباش ما يتقلقوش وما يشوفوش القنوات ويشوفوا هذاك الشيء اللي يصرى. اذا فاحنايا رانا في عصر الكتروني، مجبرين انه نتعايشوا مع هذا العصر الالكتروني. باش تقولي لوليدك انه عام كامل انت عاطيت له هذاك الهاتف ومن بعد تسحبيه منه مباشره، هذا راح يجيب لك امر عكسي تماما، راح يصعب لك الموضوع، راح يخلي الطفل يكون عنده عناد وتكون عنده عصبيه ويكره الدراسه. اذا الترفيه يكون اولا بالخروج، يلو كان نشد انا الابن والابنه تاعي نخرجهم برا ياكلوا حاجه، ماشي شرط ياكلوا حاجه، نروحوا بلاصه هكذا طبيعيه هكذا ريحوا في نهار، نخلوهم يتنفسوا، المخ تاعنا محتاج انه يتنفس ويرتاح. نشوف الابن تاعي راهو يحفظ هكذا ومن بعد يتاوب بزاف، او يقرا بصح ويتاوب عنده المخ تاعو يقول لك عييت خليني نرتاح. هنا بدات الطفل اللي يكون هكذا عنده هذا ولا التلميذ اللي يكون يتميز بهذا الشيء، مخنا يحتاج السكر يحتاج الاكسجين، هذا واش يحتاج. ما كان لا تروحوا تقولوا لي انايا الخلطات والفيتامينات وغير ذلك، اعطوا السكر والاكسجين، هذو زوج حوايج يمشي بهم المخ 10 على 10. الطفل لما تشوفوه ولا التلميذ تشوفوه بدا يفشل، حاولوا انه تفطموه بواش بالامور العقليه، اروح نلعب واحد اللعبه مانيش عارفه، علموهم الشطرنج، خرجوهم، اعطي له الهاتف يلعب به. ولما لا صدقوني بالرغم اني انا ضد الهواتف النقاله وضد الاجهزه الالكترونيه، ولكن اذا شفت الابن تاعي وصل انه عنده هذوك الاعراض اللي كنت مديتهم لكم، خليه شويه يتنفس، متنفس، العقل تاعو راهو مدمن على امر، ما تجبديهش منه مرة واحدة، راح يصرى له كبت، وهذا في الكبت يخليه يمد عكس مش لازم. نعم، تحدثت عن الأجهزة الإلكترونية سيدة بوسعيد، ربما ما رأيك في التلاميذ اللي يعتمدوا على هذه الأجهزة للمراجعة؟ شوفي احنا عندنا ما نقدرش نعمم كل هذا الشيء، يعني نقول للناس بعض المختصين اللي راهم يجوا يقول لك ما كاينش منها هذه المراجعه، ولا ما كاينش منها هذا اللي يروح للدورات، ولا ما كاينش منها هذا اللي يقرا 24 ساعه. شوفي كاين، ربي خلقنا كل واحد عنده نوع من انواع الذكاء، كاين اللي يبقى نهار كامل هو في الهاتف النقال ما يفهم حتى شيء، وكاين اللي يشوف فيديو واحد يحفظ لك الدرس لاشكاليه كامله تاع فصل كامل. كاين انواع من الذكاءات، كاين اللي بالبصر تاعو يقدر يفهم لك الدرس، وهذا اللي ما يشوف في الهواتف النقاله او الى ذلك الاجهزه يفهم الدرس مباشره، بصح كاين اللي كان يعاود مره ومرتين الفيديو هذاك ماهوش حيفهم. اذا كاين انواع الذكاءات، ما تركزوش على انه نروحوا لهذاك البرنامج اللي يديروا واحد البرامج خاصه كل عندها تسميات متعدده مش حابه نذكرها هنايا. كل واحد ميسر لما خلق له، كل فرد ميسر لما خلق له. انا نعرف بلي وليدي يحفظ من الورقه احسن، خليه الورقه يحفظ من الهاتف ونشد له، ولكن دخلوا مع اولادكم شويه، حاولوا انكم تعيشوا معاهم، خصوصا الابتدائي نركز عليهم. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك لاعبوهم لي سبع سنين وانت تلعب مع وليدك، العب معاه ماشي خليه يلعب وحده، العب معاه، افهم الابن تاعك واش راهي الميول تاعو، كيفاش راهو يحب يقرا، وقتاش راهو يكره، وقتاش تشوفه في وجهه بلي خلاص عييت مانيش قادر نقرا. نقول للاولياء حاولوا انكم تتفهموا الابناء تاعكم، ماشي يقول لك مثلا هذه كلمه في متناول الجميع، هذه اخطر كلمه دمرنا التلاميذ. في متناول الجميع واش معناها؟ انا ضعيفه في الرياضيات، في متناول الموضوع تاع المتوسط، مستحيل، واحد اعطاه ربي قدرات خارقه في اللغه العربيه، واحد في العلوم، واحد في الفيزياء، اذا في متناول الجميع هذه لازم نحيوها من حساباتنا هذا المصطلح. كل ميسر لما خلق له. شوفوا الابناء تاعكم واش الحاجه اللي يرتاحوا فيها، يقرا في مجموعه خليه يقرا في مجموعه، يقرا في الدار خليه يقرا في الدار. امشوا على نظام البشري اللي خلقه الله سبحانه وتعالى، ماشي تروحوا البرامج تشوفوها عند مختصين نفسانيين او مختصين في التنميه البشريه او الى غير ذلك، برامج يخدموها وتطبقوها على ابنائكم ويزيدوهم ضغط اكبر من الضغط اللي راهم فيه. نعم، تحدثتي سيدتي الكريمه عن التوقيت المخصص للمراجعه، ربما هل هناك تقييد لوقت المراجعه، يعني 3، 4، أو 5 ساعات في اليوم؟ شوفي من المفروض انه ساعتين تاع دراسه في اليوم تكفي. ساعتين نقولوا في طابله مريح هكذا في البيرو ديالو ولا هو يقرا، ساعتين ما يفوتهاش التلميذ. بعد الساعتين هذيك نغير نمط الجلوس ولا نغير نمط التعليم او النمط اللي راني راجع فيه، مثلا نحفظ ماشي شرط اني نريح في المكتب هذاك، ماشي شرط، نغير النظام، ولكن ساعتين المفروض ما تفوتش. حتى اصحاب البكالوريا
نعم. ما نقدرش نقيد الجسد تاعي، الجسد تاعنا باكي يتقيد يصرالو واحد الشيء انه نستهلك كل القدرات العقليه وانا الجسد تاعي ماهوش يتحرك. اذا ساعتين ما يفوتهاش الطالب، نحاول ان نوضوا، حاولوا انكم طيبوا لهم اكلات يشركوهم فيهم، قال هذه والله غير راح تنشطك، ولكن ما نروحش انا الامور غاليه في اخر راه واحد يجوز بيا ندخل في الاكل وندخل واحد المكسرات اللي يدير له تلبك معوي ويدير له اضطراب ويدير له امور كثيره. حتى بعض المكسرات راهي تاثر على هرمونات المراهقين وتجيب الضد. حاولوا انكم ياكلوا طبيعي، حاولوا انكم ياكلوا طبيعي، واحسن شيء احسن شيء للمخ قلت انه الاكسجين والسكريات. السكريات منين نجيبوها؟ التمر، الموز، الزبيب، الى غير ذلك. هذه الامور اللي السكريات البطيئه، يعني ياكل الصباح يبقى 5-6 سوايع والجسم تاعو او المخ تاعو يتغذى يعني بطريقه سلسه. حاولوا انهم يبسطوا الامور. جاب وليدي مرحبا متفوق الحمد لله، ماهوش متفوق يقول معليش وليدي عاود والعام الجاي ننطلقوا انطلاقه جديده. نعم. في الختام، كيف يشجع الاولياء ابنائهم او مهده الطريقه الانجح؟ بعدوهم، خلوهم ترونكيل، فقط خلوا هذا التعليم، ديروا في حسابكم يا اولياء بانه التعليم او التمدرس ما هو الا مسار واحد من مسارات التعلم في هذه الدنيا. ماهوش كل النجاح، ماهوش هو المستقبل، ماهوش هو الحياه، ماهوش هو اللي يثبت لك انه وليدك فاشل ولا ناجح. وشفنا ناس ما قراوش واسسوا مؤسسات كبيره، ناس راحوا للتكوين المهني وعندهم توهج وصلوا للعالميه. اذا التعليم هو مسار من مسارات النجاح، فما تكونوش انتم والضغط النفسي وضخامة المواد اللي هم يقراوهم تكونوا كلكم على هذا التلميذ وبعد تطلبوا منه التميز. مستحيل يكون عنده تميز اذا كنا نضغطوا عليه لهذه الدرجه. خلوهم براحتهم، وصلنا لواحد المرحله خلاص قرا وحفظ وراجع، خلوه يحطوا شغل في راسه مباشره. لازم احنا كاولياء نهداو شويه. سعدية أبو سعيد، شكرا لك على هذه المداخلة وكل هذه النصائح. مشاهدينا بهذا نصل لختام هذا الموعد، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. ننتقل لمتابعة أبرز عناوين الصحافة لنهار اليوم مع الزميل